America is the devil, the real devil, because they supported Israel. And then all the world is blind. You see, you don't see what happened yesterday or before and before. Israel take more aggressive because they supported for America, for the USA. This is shame. تاريخ العدو الاسرائيلي تاريخ مليء بالمجازر. اذا بدنا نعدد لك المجازر ما بنخلص اليوم. نبلش من دير ياسين لصبره وشتيله لمصدرتي انا وللمنصوريه. ولكن نحن جينا اليوم نتضامن مع شعبنا واهلنا بغزه ضد الحرب الاباديه، حرب الاباده يلي عم يرتكبها العدو الصهيوني، مدعوم امريكانيا ومخزول عربيا.